قد يبدو هذا المشهد غريبا للوهلة الأولى، إنها قرية جرجوتيار الواقعة على أطراف مدينة أربيل. لجأ عدد من أهاليها إلى بناء هذه الجدران أمام أبواب منازلهم للوقاية من الفيضانات. ريباز هو أحد أهالي القرية، قام ببناء هذا الجدار أمام منزله المتواضع خوفا من الفيضانات مع اقتراب فصل الشتاء. يقول إنه ما زال متخوفا من تكرار ما حصل له السنة الماضية. الفيضانات اجتاحت منزلي السنة الماضية وتضررت كثيرا، لذلك لجأت إلى بناء هذا الجدار أمام الباب للوقاية، لكنني ما زلت متخوفا من أن لا يكفي هذا الإجراء بسبب قوة الفيضانات خلال السنوات الماضية. منزل ريباز ليس الوحيد في هذه القرية، فهناك العديد من المنازل الأخرى اتخذت الإجراء نفسه للوقاية. بالتزامن مع هذه الإجراءات الفردية من قبل المواطنين التي قد تبدو بسيطة، بدأت السلطات المحلية أيضا باتخاذ العديد من الإجراءات للوقاية من الفيضانات التي اجتاحت هذه المنطقة وغيرها داخل أربيل. السلطات المحلية شرعت في اتخاذ إجراءات استباقية عدة للوقاية من الفيضانات قبل شهور. تقول قائم مقامية أربيل إنها شكلت بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لجانا لدراسة هذه الإجراءات ومتابعة تنفيذها التي تتضمن مركز المدينة إضافة إلى الأقضية والنواحي. طبعا بعد أحداث العام الماضي والزيارة الطارئة للسيد رئيس مجلس الوزراء إلى ديوان محافظة أربيل واجتماعه بجميع مدراء ومسؤولي الدوائر المعنية، حيث أمر سيادته بتشكيل عدة لجان عليا ولجان فرعية لاتخاذ ما يلزم من قرارات من أجل عدم تكرار هذه الحادثة أو عدم تكرار ما حدث في العام الماضي. بناء جسور جديدة وإعادة ترميم بعضها هي جزء من هذه الإجراءات الوقائية، إضافة إلى حملات تنظيف المجاري التي وصفتها السلطات بالأكبر منذ السنوات الماضية. وبعودة الزمن إلى الوراء، فقد شهدت أربيل فيضانات كبيرة وسيولا جارفة في السنتين الماضيتين، خلفت أضرارا بشرية ومادية جسيمة. علي زيتو، قناة دجلة.